اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاسكالوب البانيه، اسكالوب فينواز، كوردون بلو، دي اسماء ننطقها بالصعب شويه، يعني نطقها صعب شويه، ولكن بنشوفها في المنيو فيها افكار كتيره، فيها غلبه كتير، فانا بسهل عليكي لما تقري حاجه صعب ان احنا ننطق اسمها او التفاصيل بتاعتها انك تقدر تعملها في المطبخ بسهوله. فانا وظيفه النهارده بسهل لك الاسم الصعب اللي بتشوفيه في اي منيو بتروحي مطعم. اسكالوب فينواز هو اسكالوب بانيه اللي هو البفتيك، هنعمله النهارده بالبقسماط والبيض مع خضار سوتيه. له تفاصيل كتيره، اللحمه ما تكشش مني، اللحمه تستوي، اقطع اللحمه كده زي المطاعم بالشوكه والسكينه واكلها مع خضار سوتيه من الجزر والكوسه، ممكن بروكلي، ممكن بطاطس حسب الرغبه. الاطفال الحلوين بيحبوا دايما المكرونه بالوايت صوص، فعشان يحبوها اكتر ممكن نعملها باشكال هندسيه مختلفه. فمعايا مكرونه حلزونيه النهارده هعملها مع المشروب، والمشروم مصدر بروتين نباتي قوي جدا، هنعملها بالوايت صوص، ودي مشهوره ببعض المطاعم، يقول لك مكرونه بالمشروب مع الوايت صوص وبالجبنه، هنعملها مع بعض النهارده. انا شخصيا بحب البطاطس، وعشان بحبها بحب دايما اغير من طعمها، فاعملها النهارده بطاطس مقليه اللي هي الفرايد بطاطا، هنعملها مع الجبنه، هنشوف نعملها ازاي، والجبنه بتشوفها ببعض المطاعم المشهوره بتنزل بشكل كريمي كده لطيف على الجبنه على البطاطس المقليه، بصراحه انا بعشقها، وخاصه لو نقدم معاها خيار مخلل. خلونا طبعا نطلع فاصل صغير عشان عندنا تفاصيل كتيره، وعندنا المنيو بتاعنا النهارده الاسماء بتاعته صعبه شويه، ولكن هو من المطبخ والماتيريال من المطبخ ومن قلب التلاجة بتاعتك، ولكن الفكر الطهوي كبير قوي. هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا نعمل ازاي اسكالوب بانيه. ده مشهور في بعض المطاعم، بنلاقيه يتصدر قائمة المنيو سواء مطعم غربي مطعم شرقي. المسميات بتاعته بوفتيك، اسكالوب بانيه، هي شريحة لحمة بتتبل بتتبيلة خاصة هنشوفها مع بعض، وهنقليها في قلب الزيت، وهقول لك الأسرار إن هي ما تكشش منك. معانا لحم شرايح، معانا خضار سوتيه كوسة وجزر وبطاطس، معانا عصير مية البصل أو البصلة المبشورة، وما ننساش كمان عصرة ليمون لطيفة وجميلة، والملح والفلفل بتاعنا. هي دي المقادير البساطة والسهولة مع بعض. تعالوا نشوف الأول نتبل حتة اللحمة ازاي مع بعض. حلو قوي. المقادير على الشاشة شفناها مع بعض. آخد الأول اللحمة تبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. آدي اللحم الاسكالوب. وأنت بتشتري حتة اللحمة الحلوة دي من عند الجزار. وصايا يا حاج ربنا يوعدك بزيارة النبي. دعوة حلوة. شريحة اللحمة دي بتيجي من الفخدة شرايح بالشكل ده كده، نسبة الدهون فيها أو عروق الدهون بتكون قليلة جدا. هقولك دلوقتي على أسرار تقدر إنك أنت تقلي اللحمة دي من غير ما تكش منك بالشكل ده كده. هرصها في قلب الكاسرولة كده، حلو، يعني الكمية بتكون حسب عدد أفراد الأسرة. شايفة شريحة اللحمة شكلها حلو إزاي؟ تكون رقيقه، يعني بتكون 1 مللي تقريبا وانت بتقطعيها. دي في ده ده دهن اللي مش عايزها دي، خلاص كده زي الفل. تمام، تعالوا نتبلها مع بعض. توابل اللحمه كالاتي: ميه بصل، مش البصل نفسه، ميه البصل بالشكل كده بتنزل على اللحمه اهو، نفس القصه كده، بتجيبي بصله بتبشريها بالمبشره وتحط عليها معلقتين خل عشان ما تشميش ريحه ميه البصل. ناخد الباقي دول كده. اوعي في حياتك يا اختي يا امي يا ست الكل تحط على اي اسكالوب بانيه او اي حاجه تعملها بانيه ماده دهنيه، لا زبده ولا زيت ولا سمنه. البانيه بريء من الماده الدهنيه. هي المادة الدهنية يا عم الشيف اللي هو الزبدة أو الزيت، إحنا مش هنشوي لحمة. عصرة ليمون على اللحم، الله، شوية الملح الحلوين على اللحم مع فص توم كده. أنا بتبل حتة اللحمة بالملح والفلفل،
بالشكل ده كده بس خلاص، هي ملح وفلفل، ما تحطش اي توابل تانية. ممكن تحط شوية زعتر للأمانة، إنما البانيه بريء من الكمون والكزبرة. اوعى تحطي كمون ولا كزبرة. وامسك اللحم كده سيبها في التلاجة بقى، راح على الشغل سيبها في التلاجة وانسيها. احنا حاطين معلقة خل على البصل قبل ما نعصره. خل التفاح او خل ابيض او خل بلسمك اللي انت حباه مفيش مشكلة، بس بلاش البلسمك لانه طبعا طعمه قوي شوية، ممكن يغير من طعم اللحم. الحاجات دي مطلوبة. تبلت حتة اللحمة وخليها على جنب في التلاجة، جو حر انت حضراتكم عارفين. وبمناسبة الحر على فكرة، الأسبوع ده إن شاء الله لينا موقف مع الآيس كريم، هنعمل كل أنواع الفواكه آيس كريم، بداية من البطيخ للشمام للمشمش، الفاكهة اللي تحبيها هقول لك على سر تقدر تعمليها آيس كريم. ببساطة خالص وبسهولة، هتخش المطبخ تجيبي النوع الفاكهة اللي انت حباه وتقدري تعمليه آيس كريم، وبلاش تشتري الآيس كريم من بره. تبلنا حتة اللحمة زي الفل يا عم الشيف. ايه عدل الاسكالوب او الكوردون بلو او اي حاجه بانيه او البوفتيه، خضار سوتيه، يا اما في بعض المطاعم بيقدموا معاها بطاطس مقليه، حلو الكلام، او بنقدم معاها بوله رز صغير او شويه مكرونه كده صغيرين بنضحك على الناس بيهم. لازم نعرف التفاصيل دي كلها وندفع في الطبق قد كده من الفلوس. انت هتعمليه في البيت اسكالوب بانيه معانا تقريبا 15 شريحه او 16 شريحه، يعني نقدر ناكل العيله كلها. الخضار السوتيه بتاعنا اهوت كوسه وجزر وبطاطس. هنبدا نقطع الخضار السوتيه بشكل لطيف وحلو عشان كمان نسلوه في ميه بتغلى على النار. كوسه زي دي كده بنقطعها ازاي كده بالشكل ده كده، شفت بقى الشكل الهندسي ده كده اهو. تروح على المطاعم بتلاقي شكل الخضار حلو قوي، شويه كوسه، ثلاث حبات كوسه بتدفع فيهم مبلغ وقدره، يعني ثمن الاثنين كيلو كوسه. ادي الحبات الكوسه اتقطعت، نفس القصه. نعم يا غالي، الله انت ابن حلال. بقول لي يعني يا شيف ده تبذير انك انت الكوسه اللي بتقطعها دي هتترمي؟ لا، مين قال لك ان انا هرميها؟ الخضار اللي انا بقطعه ده كله سواء من الكوسه سواء من الجزر هنعتبره خضار مفروم، نقدر نعمله شوربه خضار مهروسه لكبار السن، نقدر ندخله في طبق اومليت. عشان برضو ما حدش يقول لك الشيف المغاز. اهو خضارة معايا، كوسة اهي، الخضار ده ما يترميش يا أختي. نقدر ندخله في أطباق كتيرة، بداية من الأطباق الأومليت بالبيض وبالخضار، نقدر ندخله مع طبق مكرونة حلو، طبق عجة، شوربة خضار للأطفال الصغيرين أهو، لازم سكينة صغيرة حلوة معاك كده للجارنيش ده أو البرزنتيشن ده أهو. اي حاجه حضرتك نفسك فيها بتروحي على مطعم تشوفيها معاكي شيف شاطر يقدر يقدمها لك ببساطه وسهوله. ده الخضار السوتيه، كميه بقى اللي انت حباها بتجهزيها وتحطيها في ميه عشان لونها ما يتغيرش على ما تسلقيها، وبعد ما تتسلق الاختيار ليكي، يا اما تشوحيها في شويه زبده او في معلقه سمنه حلوه وده اختياري، يا اما تكتفي بالسلق بتاعها وخلاص. نيجي للجزر يتقطع ازاي كده، نيجي عليها كده نقطعها نصين بسكينه، اوعى تعوري ايدك. الخضار اللي بيطلع معايا ده ما يترميش تاني اهو، عشان اللي بيتابعنا ما يزعلش مننا يقول لي يا عم مغازي ده انت رايق وفايق، الخضار ده احنا اولى بيه. لا خالص، ده يتشال في التلاجه، استخداماته كتيره قوي على فكره. اي سؤال يخطر ببالك أو ببالك أو معلومة تخطر ببالك أو ببالك وأنت قاعد بتتابعني أنا بجاوب عليها. ممكن تكونوا مكسلين تكلمونا وتتصلوا عادي، أنا بقرا أفكاركم. عشرة بقى عمر طويل. جزر، الأولاد بيحبوا شكل الخضار السوتيه جاي في الطبق كده. قلب جامد، تقدر تعمل سكينة صغيرة في ايدك. السكينة دي في المحل بتاع الأدوات المنزلية بتلاتة تعريفة، ولكن وظيفتها كبيرة قوي. تقطعي بيها خضار سوتيه، تقطعي بيها فروت سلات فواكه. شوف انا بشتغل ازاي، معانا مخرج شاطر والاساتذه المصورين حبايبي.
التفاصيل الصغيرة يعني. خضار السوتيه ده طبعا بيفضل يكون بروكلي، ليه سعره غالي ما رضيتش اجيبه. ممكن نحط خضار زي الكوسة، سبانخ، مشروم، بصل، زي ما انت حابب. بصل مشوي، تحط بطاطا كمان جزرية عشان نخش على البطاطس نشوفها بتتقطع ازاي برضو، ده مهم جدا على فكرة. عندنا مية بتغلى على النار، المية دي بنحط فيها شوية ملح وبنسلق الخضار السوتيه ده كده واحنا واقفين مع بعض. وفي نفس المية هسلق المكرونة، ومن نفس المية هعمل الخضار، هعمل الوايت صوص بتاعي. السكينة حاضر يا فندم. السكينة في دي كده عاملة زي المشرط، حامية، هوريها لحضراتكم دلوقتي، منها أشكال وألوان. ثلاثة تعريفة من مصروف البيت يا أختي. لو وفرت 5 جنيه من مصروف البيت كل يوم هتجيب اللي نفسك فيه آخر الشهر من اكسسوارات تساعدك تعمل لي حاجات حلوة في المطبخ. السكينة في ده اهي، نجيب بطاطسية حلوة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، شفت قطعتها نصين، تختار البطاطس الصغيرة اهي كده اهو، واشتغل كده تاني. اللي يقول لك الخضار اللي نازل من السكينه ده رايح فين بعد كده، اهو والله استخدمه بكره احلى شوربه خضار، ونشوفها مع بعض. خضار مهروسه يتفرم في قلب الكبه ويخش في تتبيله السي فود. شفت البطاطس شكلها حلو ازاي؟ عشان ما حدش يظلمنا بس يا استاذ، يقول لك الشيف بياخد الخضار، احنا بطاطسيه بنجيبها بالشيء الفلاني، لا يا ست الكل. هناخد الخضار ده كده، بس خلونا ازود كمان حبيتين بطاطس حلوين. شفت الخضار حلو ازاي؟ ناخد دي كده نقطعها كده نصين، بعد ما نقطعها نصين نقطعها كده كمان ربع وربع. اشتغل كده اهو. معلش انا ضيعت وقت في الموضوع ده، بس احنا عندنا اطفالنا ودلوقتي طبعا بيخرجوا مع اصحابهم، بيروحوا بعض المطاعم، بيشوفوا صور على السوشيال ميديا اشكال والوان، فانا بعمل الحاجه اللي اولادي بيحبوها بره. مش بقول لك ما تاكلهمش بره، ربنا يزيدك، ولكن اللي هم شايفينه بيحبوه بره خليكي تجربي تعمله لهم في البيت، ايه المشكله؟ عجبهم اهلا وسهلا، هتكوني انت سعيده جدا على فكره. شفت البطاطسيه في دي حلوه ازاي؟ تتاكل وهي نيه. عندي ميه بتغلى على النار، الميه دي فيها شويه ملح، هي نفس الميه اللي هسلق فيها المكرونه، هي نفس الميه اللي هسلق فيها الخضار السوتيه. بص الخضار السوتيه ينزل كله مع بعض. كده الخضار السوتيه بتاعنا جاهز. التبذير انا ضده، الخضار ده مش هيترمي، هخليه كده على جنب اهو، استخدمه بكره استخدامات كتيره قوي، بدايه من شوربه خضار، حشوات لحاجات كتيره، ادخله في طبق كفته زي ما انت حابه. حلو الكلام؟ بنروق الدنيا، نظافتك في مطبخك اول باول. نخش على اللحمه بتاعتنا بقى نشوف ظروفها ايه. كله دلوقتي عايز يعرف الهوبر دي هتتعمل ازاي. اللحمه متتبله وجاهزه زي الفل. باخد اللحمه دي بعد المرحله الاولى من التتبيله، ودي اهم خطوه، ان اللحمه تاخد طعم وفليفر، بميه البصل، عصير الليمون، معلقه خل، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر. المرحله الثانيه كالاتي. ايه يا عم الشيف؟ بنجيب بوله صغيره كده، ما انا عايز اعمل تتبيله او اعمل التوبنج او التغليفه اللي ما تخليش هتفك من البقسماط وما تكشش في قلب الزيت، اعمل ايه؟ خليكي معايا واحده واحده. اول حاجه بعملها معانا دقيق ونشا وبيض. شوفي بقى الشيف المغازي هيعمل ايه دلوقتي؟ دقيق ونشا وبيض. ومعانا البقسماط بتاعنا الجميل. دي الف باء بانيه. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي. اول حاجه باخد هنا معلقه دقيق مع معلقه نشا مع 2 بيضه. حلو الكلام، زي الفل لغايه دلوقتي يا عم الشيف. بنحط على دولت شويه بهارات من الملح والفلفل والزعتر،
الفلفل الاسود طبعا مع البيض بيشيل الزفاره مع الزعتر. اوعى تغلطي وايدك تقرحها على الفانيليا، ما ينفعش. بنحط من الحليب تقريبا ربع كوب ونقلب دول مع بعض. هي دي التركايه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي معلقه نشا، معلقه رشه من الزعتر، ملح وفلفل. دي المرحله الاولى من عمل البانيه. هو في شويه غلبه، وانا مش بحب الاكله دي على فكره. اي حاجه فيها بانيه من صغري وانا بتعلم الطهي وانا لسه في مدرسه اولى مطبخ مش بتحب البانيه، بيبقى فيه شويه كعبله وشويه غلبه، وانا مش بحب الحاجه اللي فيها غلبه للامانه. شلت الدقيق والنشا. حلو الكلام، زي الفل يا عم الشيف. هناخد اللحمه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بنسقطها هنا اهي، بنصفيها كده. بص معايا، ونحطها هنا. نصفيها كده ونحطها هنا، بنصفيها كده ونحطها هنا. السر في معلقه الدقيق والاتنين بيضه ومعلقه النشا مع رشه زعتر والملح والفلفل اللي انا حطيت فيهم اللحمه دلوقتي. وهستغنى عن ميه البصل، لان الميه والثوم وميه البصل والليمون خدوا الزفاره بتاعه اللحمه، وكده انا مش عايزهم، بستغنى عنهم. زي الفل. امسك اللحمه دي اقلبها. واخدها بعد كده على البيض، على البقسماط، ونشوف ازاي نشتغل. عرفتوا ليه انا مش بحب الاكله دي؟ في الاخر هي شريحه لحمه مقليه كريسبي كده، بيبقى طعمها حلو قوي. تعالوا مع بعض نشوف الاسكالوب البانيه بتاعنا اللي خد غلبه كتير مننا. بسم الله. الشريحه اهي، بص اهي اهي اهي، بسيبها كده، دي مع سوراج بيدي اهي. اهو اهو اهو، بص اهو، اسكالوب بانيه. الاكله دي بيحبوها الرجاله، بتحب تخش المطبخ تعمل كبده بانيه، اسكالوب بانيه. اهو اهو اهو، شفتي اهي اهي اهي، زي ما هي كده اهو. نعم يا غالي، حاضر. تاني عايزين يعرفوا التوبنج او الخلطه دي عباره عن ايه. معلقه دقيق، معلقه نشا. شويه حليب، اتنين بيضه، زي الفل. دول كفايه قوي. الخضار السوتيه بتاعنا اخباره ايه؟ اهو شايف الخضار السوتيه جاهز. حلو، تعالوا نحمر اللحمه دي. بسم الله، نبدا من هنا. والله ما بحب الاكله دي ابدا. ادي البقسماط، واقعد اضغط بايدي كده بقى، ده في الاول وفي الاخر عشان اطلع حته لحمه كده. ايه؟ شفتي؟ عينيا. لا لسه مش طاسه، ده شغلانه لسه دي، اقعد اضغط على بيدي كده. هقول لك ازاي دلوقتي، ما تفكش منك. دوس عليها وهي في قلب البقسماط. تقوم الانسجه بتاعه اللحمه تفرد معاكي وتتملي بقسماط. شفت حته اللحمه؟ هتلاقيها خدت وقت، زادت بعد اتنين في ضرب في اتنين على طول، يعني لو هي اتنين في ثلاثه او ثلاثه في اربعه الحجم بتاعها والمساحه بتاعتها. شفت بقت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بعمل ايه يا عم الشيف؟ احط عليها شويه بقسماط كده. شغلانه صعبه. فيها مجهود. بجيب السكينه، بسم الله الرحمن الرحيم، وامسكها خططها كده بالسكينه. ده شغل بقى ايه؟ علشان ما تكشش. شفت زي ما هي كده. على فين؟ يلا يلا، دي على فين؟ على فين؟ اهي على فين؟ اهي اهي اهي، يا حلاوه. نعمل واحده كمان مع بعض، يلا.
دي ما تاخدش وقت كتير في السوا، خلي بالك على طول. اه بنحط مكعب زبده، بحب دايما الزبده مع الزيت في حاله تحمير اللحمه بانيه، علل ولماذا؟ علشان اللحمه ما تبقاش ناشفه، الزبده بتخليها طريه. طبعا الساده المشاهدين دلوقتي ملاحظين حاجه، ان الشيف المغازي بيعمل الاكله دي فين وفين؟ في السنه مره، عشان مش بحبها، بس تحب تاكلها اه بعشقها، مع بطاطس مقليه كده وشويه مايونيز او شويه كاتشب، كل خمس ست شرايح. اه تاني اه، خاصه لما تتحمر في زيت نضيف مع زبده. اه ممكن بالمدقة بتاعت اللحمة، في مدقة لحمة كده خشب أو ألمونيوم بتتباع، تجيبيها وتشتغلي بيها. أعتقد إن هي معانا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر عينيا، عايزين نشوف البطاطس المقلية. آه. آه. شفت الحلاوة؟ آه. الله، نحط أختها جنبيها. يلا مع السلامة. شوية غلبة. آه. نعمل واحدة كمان؟ اه. عرفتوا ليه أنا مش بحب البانيه؟ لازم يكون أنا إيه شغال بالشكل ده كده. اه. حط دي البقسماط بالشوكة كده زي ما أنا شغال. اه. شوكة كبيرة في ايدك كده. اه. اه. واخدها كده. اجيب طبق التقديم بتاعنا. خضار السوتيه بتاعنا جاهز. الله. الاسكالوب بتاعنا جاهز. لا لا لا، مع الشيف مفيش زيت. اه. اه. شوف الحلاوه دي. آه. نفس القصه. اه ممكن نحط على الاسكالوب ده جبنه، اختياري حسب الرغبه. اه يا ولي، حط الطبق هنا عينيا جنب المكرونه الحلوه دي. اه والله انا جاي على بالي بصراحه، يعني حابب اكل الاسكالوب ده مع صوص جبنه. ادي صوص الجبنه اللي معايا، شفت الحلاوه دي كده؟ بص على الحلاوه، بص. اه اه اختياري برضو بقى بطعم الجبن. ممكن نحط على الخضار السوتيه جبن. حلو الكلام، نشيل كل ده من هنا. في السنه مره زوروني مع الاسكالوب ده. آه. واشيل ده من هنا. ليه مش بتحبه يا مغازي؟ في شغل كتير. نروق المطبخ بتاعنا، عايزين نشوف البطاطس المقليه بالجبنه. ولادي بيحبوا ياكلوها في المطاعم بره، هي في قلب الزيت بتتحمر. ايه الاخبار؟ ايه حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، فيها انك تكوني وزيره اقتصاد جوه بيتك. دي بابريكا صغيره كده بحطها تاتش كده اهو، تقدر انك تعملي سفره مختلفه في الشكل وفي الطعم وفي اللون وكمان القيمه الغذائيه. عملنا طبق مكرونه بالوايت صوص مع المشروم، وده مشهور في بعض المطاعم. عملنا اسكالوب بانيه، يسمى في المنيو كده اسكالوب بانيه او كوردون بلو او اسكالوب فينواز. فينواز بياخد شرايح من الليمون مع بقدونس وبياض بيض وصفار بيض مبشور. الكوردون بلو بتبقى نفس حته اللحمه محشيه خضار او جبنه اختياري، هي نفس المكونات يعني، مع خضار سوتيه. قدمت معاه جبنه اختياري. البطاطس الحلوه اللي انا بحبها بجد، واحب معاها الفلفل الهلامينو ده، بيبقى لطيف وجميل. الفلفل السبايسي شويه ده بيتباع وبتعمليه في البيت، يبقى لطيف وجميل. او البابريكا اللي حطيناها عليه تبقى لطيفه زي الفل. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
ترجمة نانسي قنقر.